وعره الله وعره الله باش يلحق تبرانقه وعره. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم جيت نعيشكم معايا واحد التجربه اللي هي في خاطري كل ما نجي لهاد الولايه اللي راني فيها اللي هي ما عقلتوها من خلي راكم تشوفوا فيهم قدامي. راني في ولايه بسكرة اللي معروفه ماشي غير جزائريا ولا معروفه عالميا باش بالجوده تاعها تاع التمور اللي هي وشنو دقله نور، جوده عالميه وما كاش دار جزائريه ما تستهلكش دقله نور. اليوم حبيت نعيشكم معايا التجربه تاع كيفاش هذيك الحبه تمر الدقله المعسله هذيك البنينه تتنحى من نخله من فوقها ومن بعد تهبط وتجوز على مراحل باش تلحق لعندنا ونستبنوها. وبالنسبه للجنان اللي راني فيه دوكا فيه زوج جوايه، الجهه اللي من هيك كملوا عمليه جني تمور والجهه اللي منا اللي فيها اللي راح نعيشوا التجربه هذه مازال كيما راكم تشوفوا لهنايا راكم تشوفوا صاشيات هكذايا بصح من الجهه اللي من لها قضي امرهم من الخل راهم كاع فاغين كيما راكم تشوفوا بقاو شنو غير الصاشيات هذوما. ومن بعد نفهموكم الدور تاع الصاشيات هذوما واللي باش تعرفوا بالك ماشي تلوث ولا يعاودوا يتخباو ويعاودوا يستعملوهم العام الجاي في المهمه هذيك تاعها. ودوكا نروحوا لعند خويا عمرو هو اللي راح يزدي يوضح لنا كيفاش مراحل تاع جني تمور. I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. مرحبا بنا عندك خويا عمرو. مرحبا بك خويا جمال. الله يحفظك خويا. هذا هو خويا عمرو اللي راح يفهمنا اللي قلت لكم مراحل جني تمور من البدايه باش تعرفوا بك تسمى كيما راكم تشوفوا لهنايا لحقنا الموسم الجني تاع التمره راهي واجده طايبه الله الله. بصح شنو قبل ما نلحقوا المرحله هذه اي واش من مرحله اللي تبداو بها؟ التلقيح يبدا من مارس. من مارس يبداو تخرج النخله تخرج جمار صغير طلعه طلعه نسموه احنا الطلعه. ومن بعدها نجيبوا لها الذكار نهزوا الذكار نديروه في الطلعه تاع التمر اللي يجيب التمر هاي ونا كي نديروه نلقحوا تسمى خلاص عمليه التلقيح. عمليه التلقيح وقتاش تصرف واش مرحله في شهر مارس؟ شهر مارس وبعدها تجي عمليه تبدا العرجون يكبر كي يكبر يبدا ينزل ندير له عمليه تعديل ريقلوه كل واحد في المنطقه تاعو. ومن بعدها تجي عمليه الربط نربطوا العرجون في الجريده. وشنو هي الجريده؟ الجذع تاع الجذع هذاك تاع تاع النخله. ومن بعدها كي تبدا تحمر احنا نقولوا لها يدخل لها السكر نديروا لها النيل وعاد هذه وقتاش تصرى عمليه هذه تاع وقتاش يبدا تحمر التمر؟ وقتاش واش من شهر؟ من جويليه حتى الاوت. تسمى كي تبدا الحراره هذه تبدا الحراره تبدا السخانه نديروا لها من جويليه الاوت نديروا لها النيل وعاد المطر. ايوا هذه النقطه هذه تاع النيل وهذاك اللي شفتوا الصاشيات كاين الناس بالك يشوفوا يقول لك بالك هذه دخلت تلوث ولا علاش تكون النيلو هذاك مهم بالبزاف الدور تاعو شنو هو؟ هو يحمي التمره من المطر. من المطر وباش تعرفوا علاش يديروه في هذيك المرحله خاطش هنايا في بسكره في مرحله تاع اوت هذيك تصب المطر لهنا بزاف تصب المرحله تصب تسمع على بالي يديروه في هذاك الشهر نديروا لها النيلو ومن بعدها نقعدوا نستناو فيها نطيب. ايوا لو 15 لو 20 سبتمبر نبداو عمليه القطع. القطع ايوا كي نبدا عمليه القطع يجي القطاع يلحق يدير العده. العده اللي تجي هنايا في الدار. ايوا دوك نسيوها على كل حال نسيوها باينه. تجي العده يربط العده ويطلع النخله ويطلع يقطع النخله حتى الجريد حتى وين يبداو العراجل يخرجوا. هذو الخضور نسموهم احنا الجريد يربطوا فيها العرجون. العرجون اللي مربوط ما يطيحش. هو يربط العرجون قبل ما يقطعوا. قبل ما يقطعوا يربط العرجون في الحبيله في العرجون ومن بعدها يقطعوا بالمنجل ومن بعدها يهبطوا يجي الخدام تحته يشد العرجون يفتح الحبيله ويدي العرجون للباك. الباك للصندوق الكاجو. تلقى واحد واقف عند الكاجو هذا كي يلحق يمد له العرجون يمد العرجون والاخر يفرشوا يشدوا يفرشوا في الصندوق بيديه باش ما يسيو ما يطيحوش هذوك الحبات ما يطيحش الحبات ما يخسرش التمر. ايوا
وكي يشد كي يركضوا نخدموا هكذا هكذا سلسله ما تحبش يدخلوا من بعدها في الكاميو الكاميو كي يتشارجا يروح للداخل هذيك دوك نروحوا كي نلحقوا من بعدها ندخلوا وين راهم يتستفوا ودوكا جات المرحله باش انا نسي نطلع بالعده هذيك وبالك نقدر ولا ما نقدرش نقدر تحدى. نطلع نسي بالك نحيك عرجون ولا عمرو كيما قلت لك لازم نطلع باش نسي ايوا والعرجون انا نديها دوكا نديروا العده هذه العده ياك ايوا على بركه الله راسي سبتها ديرك ايه ثاني كرشي كبيره واقيله ها وجي ها تجي هكذا قد قد هكذا مليح على الطهبط مليح ها ايوا البيله رانا هكا تعقب على بركه الله هكذا اطلع 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 هكذا بشوية بركة جمال حبة حبة هكذا هكذا واحدة واحدة هكذا ايوه لك مضمونة دام ربي دام ربي يا كي الحق لهنا باش تقولي دام ربي ومن بعد باش نطلعها فوق الاخر بالوحدة شد بيت شد بيت في الكورنر شد بيت في الكورنر ها وطلع بيت ومن بعد زيد بدل الجهة الاخرى هكذا هكذا ايوا زيد شد الكورناف منه طلع من هنا صاي صاي طلعت منه اطلع ها اطلع هكذا واعر الله واعر الله باش يلحق تبر هذا واعر زيد نطلع زيد اطلع زيد شد في جريد طلع الحبل شد في جريد طلع الحبل طلع الحبل طلعوا حتى اللي حتى اللي جريد اخضر هكذا ها شد العرجون هكذا واقطع هكذا وصيروا هكذا مع القرن هذا ثقيل هذا ها هذا ثقيل ياك تعرف هذا جمل ايه كرمي جنب الله بزاف شوف هكذا هبط بشوف ايوه جمل يدك مين منه العرب سيل بالعرب اكبر العرب ايوه ما هذه هي هكذا هي كاع الحاله والله واعر ربي يعاونك خويا والله ربي يعاونك واي ظروف رجليك الله رجليك الله يعبك شنو يحسلهم الله ما سهله يا حبيبي هاك الحاجه الله ما سهله الله ليك عرقت وحده عرجون واحد هذه هكا يطلع فوق جريد بيلقحوها تلقاه تاعها ما يجيش لتحتها على الفوق والله غير صح هو اللي غير فوق الجريد لازم يطلع عليه تلقاه اللي كان يقول لنا عليه يسرى من الفوق تما كي تطلع النخله في هذيك البلاصه اللي ما تقدرش تشوفها منها واعره والله غير واعره فاضل فاضل هاولي المرحله هذه تاع السلعه كاع طلعت في الكاميو ودوكا نديوها داخل الكراج باش تبقى عمليه تستاف هذا اطلع اطلع شوف خيرات ربي مرحبا بكم في الجنة جنة الثمر الله يبارك الله يبارك يا الله يبارك أرنديهم معي الجنة ضربوا ثمر بيدوا تاكلوا ثمر تما واش نديروا دوك المرحلة كي تلحق لهنا دابا نخدموا العرجون ها كان نقوه كما هذا الجن الطويل هكا ما يقعدش نحاول لازم يقعد ميت لازم سوسو كما هذا العرجون دوك نقسموه على اثنين هاي رشاد يا جمال هذا هكا كما هذا هكا هذا مليح هذوما كاع زوينين كاع لاباس هذه لا هذيك ما كان ما تخليش الجن طويل هكا كما هكا هذوما هامليك هادو تسمى يتنحاو عملية تنظيف هادي تنظفها تسمى تنحي تخلي غير الجودة الحرة البريميوم هادي يمدوهم للمعيز اللي ما تمدوهم يمدوهم للمعيز زين تسمى حاجة ما تترمى باش تعرفوا هادي غير صالحة الأكل تاكلها المعيز بصح تيبس وياكلها المعيز تيبس تسمى كاين نوعية اللي تكون هكا ما دي الناشفة كاع يمدوها ديريكت للمعيز ربي يبارك كلشي يستهلك كلشي يستهلك وهادو ما تلقاهم هكذا يخلوهم ينشفوا مليح ومن بعد كي خلاص يمدوهم كيف كيف للمعيز والحيوانات عملية الربط مر ما نربطوهم من حطوهم هاي الله يسلم تسمى نفرشوهم بسم الله يا ربي كاع نحطوهم في سله وحده لا اسم ماش هود هكذا
هذا العرجون تما هكذا تقدر تقول كازي واجد هذا وشنو هو شمروخ؟ شمروخ ما يعودش فيه القنط كما هذا يتقص ديريكت هذا شمروخ هذا شمروخ هذا قولوا له شمروخ ها تما هذا شمروخ وهذا عرجون هذا العرجون هذوك نروحوا للمكان الاخر باش نشوفوا كيفاش ينطفوا الشمروخ يخدموا الشمروخ شمروخ الله يبارك تما نروحوا للبلاصه الاخرى ان شاء الله باك تحطوا على خوه يخرج يخرج مزيان يخرج مزيان ايه هذه هي السلعه تلقى مزوج تحطهم هنايا تقصوا هنايا هاو معدول هنايا تنحيدوا هذه تعدلوا هنايا هذا يروح بريمي شوا ايه تحطوا هنايا هذا باش تعرفوا هذا الدوزيام شوا يجي ناشف شويه ايوه هذا قال لك يصير بيوه في الصيف يمشي في الصيف بزاف ربيع 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 مع البن ومع ايوه وهذا يا البريمي شوا يجي معسل اللي يجي معسل اللي لحقنا تما في دقله تنور هذه الكاليتي الاولى هذه الكاليتي الاولى وهذه لا وناكلوها صحاب الجزائر عم ياكلوا فيها اه احنا لا خارج الاول وناكلوها هنا ثاني احنا في الجزائر هنا ما كاينش دار عائله ما تدخلهاش كاش ما عندوش من بعد المرحله هذه تاع الفرز والاخر تروح للفريغو تبقى هاي بعد المرحلة تاع الخدمة هذه ستوكا في الفريغو الفريغو تدس بعد هذا الفريغو اي هذا الفريغو هنا شوفوا الفريغو شحال بارد هذا حب بريمو هذا جبناه من عند الفريزة كان اللي نفرزوهن جبناه من عندهم وفي الفريغو هنا شحال يشد يشد يبو 6 شهور شهرين 3 4 كل فريغو كاين الكونجلي كاين اللي يديروا الكونجلي كاين اللي ما يديروش كونجلي ايه هذه هي السلعة هنا السلعة هاي ورا شوف كيف تبدا تطلع في العسل الله يبارك يتبدل صح على بالك كي تجي الميديتي تتبدل اللون تاع هذا يتبدل كلش لون ها هي كلش يتبدل تبدل شوف هذه تحسب هذه دقلة نور هاي لك الله يبارك هذه هذيك الشفافة هذه الشفافة هذه هي الشفافة الواعرة هذه اللي الله يبارك شعل ضوء هذه بلحة أنا ندسوها هنايا هاي تلقى العسل تاعها هذه بلحة هذه مليحة للكبار ياكلوها جماعة القرب ياسر ياكلوها القرب جماعة عباك يروحوا يدوا يخدموا البطاطا يخرجوها للشانطي كاين البريمي شوا كاين الدوزي شوا كاين البلحة بلحة ومن بعد البير شوا البلحة الدوزيام سيسالة سيسالة تطول ايه السيسالة دي ما تطيبش في البداية تطول ومن بعد تطيب ما تطيب ايه دسوها بداش تطيب هاي وراك تسمى تخلوها تطيب هذه خلوها تطيب عبالك في النخله ما تطيبش مع السخانه ما تطيبش هذه سبله يجيو كيما هكا ومن بعد يجيو ثلاثه ولا اربعه كيما هكا تما العرجون اللي يجي كبير ومن بعد السبله اللي تجي طويله هكا معمره داخل بالحب ومن بعد تجي شمروخ اللي يجي صغير ومن بعد يديروا لها كيما هكا كيما هكا ويعدلوها كيما هكا ويحكموها هنايا بخيط تاع الباتيسري هذه اللي تديها للضياف هاي كدوات هذو يدوها كدوات هذو تاع اللي تتهلا فيهم ايوا تما كل حاجه في خدمتها جماعة الخير الحمد لله يا ربي لحقنا لنهاية التجربة تاعنا تاع اليوم وآخر مرحلة في المراحل اللي شفناهم اللي هي وشنو تكون شايد في يدك دقلة النور تاع بسكرة هادية بعد وشنو ضرب حبة بسم الله واحد البنة يا خاوتي عبالي بلي ما كاش عائلة جزائرية ما طاحت في دادي الدقلة على كل حال برك اليوم شفنا كيفاش المراحل باش لحقنا للدار مراحل بزاف وخدمتها صعيبة وحنا عشنا برك يوم واحد تخيلوا تسمى هادية طول العام يخدموا لها باش لحقنا هاد الدقله هذه والله يبارك الحمد لله يا ربي جوزنا نهار شباب ان شاء الله تكونوا استفدتوا وانا نقول لكم تهلاو في رواحتكم ودمتم في رعايه الله وحفظه ويا واو السلام عليكم.